هامر ثور شكل مصاصة، مارشميلو شكل ديدبول، بيتزا دكتور سترينج، شيبس باتمان، وبرجر لولفرين. اكتشفوا معنا في الفيديو الجديد ايه اللي أبطالكم الخارقين بياكلوه في الكافيه الخاص بالأبطال الخارقين. المطبخ مشغول وشكله شبه محل الحداد. بيتر بيبتكر حاجة مبهرة، الشرار بيطير في كل حتة من عالم مارفل، لأن هامر ثور المبجلة بتتعمل هنا. هنعمل مقبض هامر ثور من عود خشب باستخدام شمع سخن. هلون المقبض بني. نحدد التفاصيل بالفضي. نخلط 140 جرام سكر مع 30 ملي مية و 60 ملي شراب النشا. هنطبخهم لمدة 5 دقايق في حرارة متوسطة، ونضيف لون طعم أسود. نصب الشراب السخن في قالب مستطيل. ونغرز فيه المقبض. ونسيب المصاصة تجمد. هنغطي الهامر ببودرة فاضية بتتاكل. بيتر بيحاول يرفع الهامر، وزنها أتقل من المتوقع، بالرغم من إن الهامر دي مصاصة، لكن لسه فيها قدرات سحرية. إزاي؟ بيتر باركر لسه عامل الكراميل ده بنفسه، الهامر مش بتستجيب. أخيراً، بيتر غلب الأداة السحرية دي. ياهي! دلوقتي يقدر يستمتع بالكاندي. صديقنا بيتر البارتندر مشغول باللعب بألعاب الأبطال الخارقين، لكن فعلاً في بطل خارق موجود في الكافيه. وولفرين بيطلب برجر كبير للمتحولين. طبخ الطبق ده هيحتاج شوية وقت، لكن وولفرين مش متعود يستنى. هاتلي البرجر بسرعة. هنقطع عيش البرجر ونغطي قاعدة بالصوص، ونقطع المخلل شرايح ونحطهم في العيش. هنضيف فيه برجر الفريخ. هنحط شرايح طماطم من فوق ونغطيها بشريحة جبنة. هنضيف خس ونحط فوقيها العيش. هنقطع مثلثات حادة من كرتون عاكس. هنعلم على الخط في النص بأداة حادة. هنتني المثلثات ونساوي الحواف. هنقطع عود بامبو. ونلزقه في نص المثلث. هنعمل 3 مخالب وولفرين. نغرزهم في البرجر. صديقنا الشيف بيعمل الطبق بسرعة، وولفرين لازم ينقذ العالم. بيستعجل بيتر، وبمهارة بيمسك البرجر بمخالبه الصلبة المميزة. شكراً على السناك يا صاحبي، لكن وولفرين مش بيحب يدفع تمن أكله. ضيفه على حساب ماجنيتو. في ضيوف جميلة في كافيه الأبطال الخارقين بتاعنا، كابتن مارفل وصديقتها العزيزة. تخفيض مميز على الكب كيكس، ممتاز. كارول هتاخد 2، لكن بيتر بيحط مافينز عادية على الكاونتر. ده مش كويس كفاية، لأن دي كابتن مارفل، أعظم بطلة في الكون كله. هي محتاجة مافين خارقة مميزة. البارتندر اعترف بغلطته وبسرعة صلحها. نخلط 310 جرام دقيق و100 جرام كاكاو و250 سكر، معلقة واحدة صغيرة من بيكنج صودا، بيكنج باودر وملح، ونضيف بيضة واحدة. نصب عليهم 60 جرام زيت نباتي، 170 ملي لبن، و115 ملي قهوة اسبريسو. هنقلب المكونات كويس. نعمل عجينة ونضيف لون طعم أحمر وأزرق لقطع ورق الزبدة، ونحطهم جوه قالب المافن.
ونصب فيهم العجينة. نخبزهم في الفرن لمدة 40 دقيقة عند درجة 170 مئوية. نضرب كريمة ونضيف لها لون طعام ونحطها في كيس معجنات ونزين بيها المافن من فوق. هنثبت لوجو كابتن مارفل على الكب كيك. بيتر عمل أكبر كب كيك عندهم، دي معمولة على شرف كابتن مارفل. التحلية دي محتاجة مكافأة كبيرة. شكراً بيتر، الكون هيفتكرك. جمورة دخلت لكافيه الأبطال الخارقين، هي حزينة لأنها فقدت صديقها جروت ومعها سكينة حادة علشان تساعدها في التعامل مع جريف. الحالة دي بتخليها خطر، لكن صديقنا بيتر بارتندر عارف ازاي يفرحها. هيعمل خدعة ويصحي جروت تاني. بيتر بيبدأ عرض الطبخ بتاعه. هناخد قطعة جبنة، هنحطها في العيش ونرويها بمشروب المجرات. دلوقتي هنستنى شوية صغيرين وشوية تاني كمان. في الآخر براعم جبنة بتظهر. هنعمل قاعدة جروت من أعواد بامبو. هنلف الخيوط بجبنة مدخنة حوالين القاعدة ونثبت الجبنة بصمغ بيتاكل. نربط الخيوط في الآخر ونقص الزيادات. نشكل صوابع. نلف جسم جروت بالجبنة. هنثبته بأعواد الأسنان. هنقطع راس جروت من قطعة سليمة من الجبنة المدخنة. ننحت عيون وفم بعصاية حادة. نلون الوش بألوان تعاف. هنثبت الراس في الجسم ونقطع عيش سميك يناسب زهرية الورد. نحط جواها ونغرس جروت في العيش ونضيف قطع من العيش فوقيه كأنها تربة ونضيف لمسات بلون طعام. هنحط فيه براعم خضراء وجروت صغير بينمو في زهرية الورد. كمان بيتاكل. الصديق المعمول من الجبنة ده أحسن بكتير. ممكن تقطمي منه قطمة لما تكوني في ثقب أسود في أي وقت. الضيف اللي جاي هو دكتور سترينج الغامض. ده شرف لينا. دكتور سترينج متكبر جدا حتى وهو بيطلب أكل. هما الأبطال الخارقين دول فاكرين نفسهم مين؟ صديقنا بيتر باركر البارتندر بيقدم لدكتور سترينج بيتزا مميزة. هنغطي بيتزا جاهزة بصوص الطماطم. هننقع جبنة مملحة في المية لمدة كام ساعة، وبعدين نحطها فوق منديل ورق عشان نطلع منها المية الزيادة، ونفرد الجبنة الرقيقة. نرسم شكل دكتور سترينج المميز على الصوص بعود خشب، ونضيف شرايط الجبنة على الشكل من فوق. نخبزها. بيتر بيدفع تمن تصرفه بوقاحة مع الساحر الأكبر. دكتور سترينج فتح البوابة، والبارتندر المسكين عمال يقع ما بين الأرض والسقف. أرجوك من فضلك اديني بريك. دكتور سترينج بيستمتع بالبيتزا بتاعته في وقت ما بيتر بيلف في المكان. يامي. بيتر المسكين بصعوبة بيقدر يعدي من البوابة، لكن سترينج بيعمل بوابة تانية في الأرض. خلاص كده يا دكتور سترينج، بيتر باركر هينتهي منك. شفت بيتر بيخلص؟ فين زميلته في الشغل؟ اهي وصلت. دي شوري أميرة وكاندا، وبتبدل مكان بيتر بسرعة كبارتندر بطلة خارقة. ديدبول وصل فعلا للكافيه وبيتصرف بوقاحة تاني،
لكن أميرة واكاندا بتهدده بواحدة من صخور الأبدية، بتقدر تغير الواقع. وأنا خايف جداً، مش مصدقني يا ديدبول؟ بسرعة شوري بتحول المغفل الكبير لمارشميلو كبيرة. هنضيف 55 ملي مية ل 30 ملي جيلاتين ونسيبه يتنع. هنضرب بياض بيضتين بالميكسر. نخلط 100 جرام سكر و 60 ملي مية و 100 ملي شراب نشا. هنطبخ الخليط لمدة 7 دقايق على حرارة متوسطة ونصب عليهم بياض البيض. نكمل تقليب ونصب عليهم الجيلاتين. هنضرب الخليط لخمس دقايق كمان ونضيف لون طعم أحمر وأسود ونسيب شوية خليط بياض. هنضغط نص كرة حمراء فوق ورقة زبدة باستخدام كيس المعجنات ونضيف عيون ديدبول سودا من فوق وخطوط بيضاء كحدقات. هنسيب المارشميلو يكمد لمدة ساعة. شوري بتحط مارشميلو ديدبول اللي عملته في فنجان اللبن، ده المكان اللي المفروض تكون فيه. ديدبول بيترجاه علشان تسامحه. لو سمحتي سامحيني. عيط زي ما انت عايز يا حبيبي، شوري مش هتضعف. الكافيه ده محتاج بطل، والبطل ده محتاج شيبس. شوري عندها حاجة تقدمها لباتمان، دي شرايح شيبس الخفاش المميزة. هنقلب 120 جرام نشا مع 90 جرام دقيق أبيض. هنضيف نص معلقة صغيرة ملح، سكر وفلفل أسود مطحون، ونضيف عليهم معلقة صغيرة بابريكا. هنقلب المكونات، نصب عليهم معلقة صغيرة زيت نباتي، وبالتدريج هنصب 120 ملي من اللبن الدافي ونعمل عجينة. هنضيف لون طعم أسود، نرش السطح بالدقيق ونفرد العجينة. نقطع شرايح شيبس بقطعة باتمان مخصوصة. نخبز الشيبس من 5 ل 7 دقايق عند درجة 185. هنضيف الكركم وأخيراً توم متقطع لساور كريم. هنقدم الشيبس مع الصوص. باتمان بيدوق الشيبس المميز بتاعه، طعمه لذيذ جداً، بياكل الطبق كله. مفيش حاجة أحلى أكتر من شيبس الخفاش ده. فجأة أخطر ضيف بيظهر في الكافيه، ده ثانوس هيكتب مقال وحش ويدمر الكافيه. أنا لازم فوراً أكسب رضاه بقطعة مميزة من الشوكولاتة. هندوب 120 جرام آيزومولت في الميكروويف ونضيف لون طعام. هنصب الآيزومولت الملون في طبقة رفيعة فوق سطح مستوي. لما يبرد هنكسره قطع صغيرة. هنصب قطرة من الآيزومولت الدايب ونضغط على القطعة ونشكل كريستالة. نعمل كريستالات بألوان طعام مختلفة. هنقلد ألوان الصخور الأبدية وندوب شوكولاتة باللبن. هنحط كريستالات السكر في قالب قطع الشوكولاتة ونصب الشوكولاتة الدايبة عليهم من فوق. هنسيبهم يجمدوا وندوب زبدة الكاكاو. هنخلطها مع مسحوق لؤلؤ بيتاكل. نرش قطعة الشوكولاتة الجامدة بيه ونخلي شكلها شبه المجرة. نغلف الشوكولاتة بغلاف هدية شفاف ونلزق ليبو المطبوع. ثانوس بياخد قطعة الشوكولاتة بتاعته بصخور الأبدية، هو مبسوط فبيمشي بعيد. هيهو، شكراً لمارفل، الكافيه بتاعنا لسه موجود. يا ترى عجبتكم وصفاتنا للأبطال الخارقين؟ اكتبوا لنا في التعليقات ايه الأكل اللي هتطبخوه لبطلكم الخارق اللي بتحبوه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أفكار جديدة للأبطال الخارقين على تروم تروم.